في بعض التحذيرات خرجت من المتخصصين والباحثين في البحوث، بحوث علم الفلك، بتؤكد أنه ربما يحدث انقطاع للإنترنت عن العالم كله بسبب العواصف الشمسية. هنا بيجي سؤال مهم جدا، هل ممكن السنة دي يحصل نشاط شديد وقوي للشمس؟ وإيه هي العواصف الشمسية وإيه تأثيرها كمان؟ أسئلة كتير محتاجين نجاوب عليها مع دكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف. أهلا وسهلا بك يا دكتور وصباح الخير عليك. أهلا وسهلا حضرتك أستاذ منيا، وصباح الخير على حضرتك أستاذ محمد وعلى أستاذ المشاهدين. العام الحالي اللي احنا فيه 2024 هنلاقي فيه نشاط شديد للشمس وعواصف شمسية قوية، وأنا مش عارفة إيه جملة عواصف شمسية اللي احنا بنقولها دي، احنا متعودين نقول عواصف ترابية لكن أول مرة نقول كده، أو يعني مش دارج إن احنا نقول عواصف شمسية. يعني ده صحيح، عند حضرتك كل الحق. بدأنا نتكلم عن الشمس وعن العواصف الشمسية وعن مصطلح جديد اسمه الطقس الفضائي، كل ده لأن احنا يعني في ظواهر فلكية قديمة حديثة بدأت تظهر على السطح وللجمهور نتيجة بداية لعصر الفضاء، عصر الأقمار الصناعية، الرحلات الفضائية، محطات الفضاء اللي موجودة سواء كانت محطة الفضاء الدولية أو الصينية إلى آخره. كل ده له تطبيقات غير محدودة على الأرض، منها التنبؤات بالطقس والمناخ على الأرض، منها الاتصالات، منها كثير من التطبيقات لتحديد المواقع الجي بي اس والجي ان اس اس إلى آخره. فأي تغير بيحصل للشمس، الشمس هي أقرب نجم للأرض. الشمس ليست جامدة ولكن لها نشاط بيخفض ويعلو، فعندما يكون هناك هذا النشاط الشمسي بيكرر كل 11 سنة تكون الشمس في أوج نشاطها، وبالتالي بتصل لنا العواصف الشمسية. هناك دراسات حاليا ومهمات فضائية للاقتراب من الشمس مثل الباركر ميشن دي بتاعت ناسا، مثل في عندنا اوربيتال سولار بروب لوكالة الفضاء الأوروبية، كل ده لدراسة الشمس من أجل الأرض. طيب عظيم جدا. دكتور حضرتك بتقول ان دي بتتكرر مره كل 11 سنه، طيب ايه اللي حصل نعم. في عام 2013 هل كان في تاثير قوي؟ وبالمناسبه المره دي بقى في 2024 تاثيرها هيكون عامل ازاي على سكان كوكب الارض؟ ده اللي عايزين نعرفه، والناس قلقانه كمان على موضوع الانترنت. هو الفكره في لان الاضطراب الحادث في الغلاف المغناطيسي للارض نتيجة هذه العواصف، وبالتالي اضطرابات وتأثيرات جوية بنشعر بها على الأرض من خلال تأثيرات. تأثيرات هي إيه؟ نتيجة الاضطراب في الغلاف المغناطيسي للأرض ده بيؤثر على استقبال نظم الاتصالات الفضائية، وبالتالي نظم تحديد المواقع، وبالتالي كل البث التلفزيوني للإرسال، كل ده كان معروف من قديم الأزل من 1859 إن الشمس لها دورة نشاط، والدورة دي بتتكرر كل 11 سنة. فإحنا في السنة اللي فيها البيك اللي هي قمة النشاط الشمسي، وبالتالي الانفجارات اللي بتحدث على سطح الشمس أو النشاط الشمسي ده بنعرفه إزاي؟ بنعرفه من خلال ما يعرف بالبقع الشمسية. كلما زادت عدد هذه البقع الشمسية السان سبوتس كلما توقعنا نشاط عالي للشمس. إذن نقدر نقول إن 2024 نتوقع أن يكون في نشاط عالي للشمس زي ما دكتور أسامة شلبية بيقول. كل الشكر ليك دكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف، كل الشكر لحضرتك.